هذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل أخذ القروض من البنوك جائز؟ القروض الحسنة جاهزة من البنوك غيرها لما فيها فائدة ولا ثمر استثمار، يعني قرض تقضي لازمك وترد بدله من غير زيادة، هذا هو القرض الحسن. أما القرض اللي تأخذ عليه زيادة أو منفعة، حتى ولو ما هي بزيادة حسية منفعة، هذا ربا. كل قرض جر نفعا فهو ربا في البنوك وفي غيرها، والبنوك ما تقرض إلا بهذا، ما تقرض إلا بفائدة. نعم.